شابات مدينة القنيطرة، كلنا من أجل مصلحة مدينة القنيطرة. ثلاثة نديرو شي حاجة اللي ما داروهاش معنيين بالأمر في مدينة القنيطرة. شنو قررنا ندير؟ قررنا نعطي واحد الميساج. تحية عليك خويا صلاح، تحية لخونا صلاح اللي كيطبع المطبوعات. شنو قررنا نديرو؟ قررنا نديرو اللي ما داروش الناس صحاب، نعطي واحد الميساج للشباب والشابات والآباء والأمهات والمعلمون ديال مدينة القنيطرة والنواحي، نحسهم بالخطورة ديال السباحة في واد سبو. أقل حاجة ممكن نديرو فكرنا فيها وباش مابقاوش كنهضرو باش نديرو هاد التطبيقية، باش دوك الوليدات اللي توفا في واد سبو والشباب الآخرين يتوعاو يعرفوا بالخطورة ديال هاد البلاصة هادي. الحاجة اللي ما داروهاش ناس كان خصهم يديروها كنديروها حنايا. بالنسبة للخدمة ديال المسؤولين حنا كنديروها، اللي تطوعنا باش نوعيو الشباب بالخطوره ديال واد سبو، داك الشيء اللي كيطرا تبعنا عن السباحه في هذا المكان هذا اللي زعما يخصمنا بزاف ديال الشباب، والحمد لله هذه بادره منا حنا، بادره من القلب. ربي اللي عالم. هادشي اللي كنديروه كنديروه وحنا اش غنقول لكم، هذاك الشيء اللي عشناه ماشي كنديروه، داك الشيء اللي عشناه انك تجي دير واحد التغطيه ديال الشباب اللي مختصهم واد سبو وخلى الوالدين ديالهم محصورين في قلبهم وكيتسناو غير الجثث ديالهم باش يدفنوهم. حنا راه عشناهم كنعيشوا هذاك الشيء، ما بقيناش بغينا نشوفوا هذا الشيء. هذاك الشيء اللي خدينا هذه المبادره كثلاث شباب ديال وليدات مدينه القنيطره باش نديرو حملة لتوعية الشباب والشابات والنساء والرجال والشيوخ من أجل أننا نوعيهم خطورة السباحة بواد سبو. واد سبو هو جرثومة خبيثة كتصفي الحريرة للشباب ديالنا، اللي نزل ما كيعاودش يطلع إلا وهو جثة هامدة. وهذه الحملة تحت شعار شباب روح المسؤولية.